السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الرابع الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد مع قناة ساينس كابيتال مع الأستاذ محمد سعيد رحمي. يلا بينا نبدأ مع بعض. النهارده ان شاء الله اعزائي الطلاب هنكمل موضوع الريسبيراتور سيستم او الجهاز التنفسي، وهو الفيديو رقم 2 في الاكتيفيتي نمبر 11. بعد ما خدنا الاستراكشر او الجنرال استراكشر بتاعه هنبدا نشوف بعض الملحوظات او النوتس. اول حاجه بيقول لك ان اور بوديز نيد اوكسجين ان اوردر تو دو ذير فانكشنز، يعني جسمنا محتاج الاكسجين عشان يعمل وظائف مختلفه. وخدنا قبل كده ان الاكسجين بيدخل من فتحه الانف، بعد كده البلعوم المريء، ويدخل في الشعيبه القصبه الهوائيه، وبعد كده يوصل للشعبات الهوائيه البرانشيولز، ويوصل للاكياس او الالفيولايل، وبعد كده يوصل للدم، والدم ياخده يوزعه لاجزاء الجسم. طب ليه برضه؟ اهو بيقول لك بقى الاكسجين لما يدخل من الدم لخلايا الجسم هي هتاخده مع الاكل اللي انت خدته، لان برضه الدم هيوزع الاكل برضه، فتبدا تدي منه الطاقه. طبعا خلايا الجسم بتدي للدم دلوقتي ثاني اكسيد الكربون اللي هو ايه، بيرجع تاني للرئتين عشان نتخلص منه في الرئتين. طب تمام قوي، انا بقى اخدت اكسجين واكل بعمل بيهم ايه؟ ازاي بعمل الوظائف المختلفه بتاعتي؟ قال لك بقى لو دي خليه من خلايا جسمك، وافترضنا انها خدت الاكسجين من الدم وخدت الاكل كمان او الفود من الدم، هتبص تلاقي انها ودتهم الاثنين لمصانع الطاقه اللي قدامك دي، هي مش عليك. مصانع الطاقه اللي قدامك دي هتاخد الاثنين دول تربطهم مع بعض، تعمل عمليه بيرننج للاكل، وتدي الانرجي او الطاقه او الاي تي بي، او الاي تي بي اللي هو مركب الطاقه او السعرات الحراريه. الطاقة دي بقى انت بتعمل بيها الوظائف بتاعتك الفانكشن، زي الليرنينج، زي البلاينج، زي مثلا لو واحد رايح شغله لازم يفطر مثلا الاول، واحد دخل رايح الاختبار لازم يفطر قبل ما يروح الاختبار، اللي ممكن ما يركزش خلايا مش لاقي طاقة. يبقى خلي بالك ان انت بقى الفانكشنز بتاعتك والاكتيفيتيز بتاعتك كلها انت ما بتقدرش تعملها الا لو انت عندك انرجي، والانرجي عمرها ما تيجي من غير ما يبقى عندك الفود والاكسجين او الاكل والايه والتنفس طبيعي والاكل طبيعي. خلاص، فتلاقي ان الطاقه طبيعيه يبقى جسمك شغال. طيب الملحوظه اللي بعد كده بيقول لك وي جيت اوكسجين جاز فروم ذا اير، يعني مصدر غاز الاكسجين هو الهواء الجوي، اراوند اس اول ذا تايم، اللي موجود حوالينا وفي كوكب الارض طول الوقت. والغلاف الجوي ده قدامك بيتكون من غاز النيتروجين، ثاني اكسيد الكربون، الارجون، الهيليوم، الاكسجين، كل يعني في كل الغازات، وفي الاوزون او 3. الغازات دي اكتر واحد فيهم غاز النيتروجين، بعد كده غاز الاكسجين، بس مش عليك المعلومات دي، اهم حاجه انك تعرف ان انت مصدر الاكسجين بتاعك الاساسي هو الغلاف الجوي. يبقى لازم نحافظ على الغلاف الجوي ده من التلوث زي ما هنشوف بعد شويه. طب ليه نسب الغازات دي ثابته في الغلاف الجوي ما بتتغيرش؟ لان هو بيقول لك مثلا انت بتتنفس اكسجين وبتطلع ثاني اكسيد الكربون، الشجر والنباتات بياخد ثاني اكسيد الكربون وبيطلع لك الاكسجين، فتلاقي ان ده اللي بياخد ده قد ده. للاسف بقى الانسان بيقول لك اهو يعني عمال يلوث الغلاف الجوي مع انه هو مصدرنا الاساسي للاكسجين، شايف المصانع والحرايق. هقول لك وي كانت ستور اكسترا اكسجين ان اور بوديز، ما نقدرش نخزنه، سو وي ماست كونستانتلي تيك ا نيو اكسجين، لازم ناخد اكسجين باستمرار بثبات من الغلاف الجوي اللي حوالينا. بس للاسف زي ما انت شايف في الفيديو ان احنا مش بنعمل كده اصلا، ده احنا عمالين ندمر الغلاف الجوي. فرحتي عمالين نعمل مصانع عربيات ومصانع اسلحه وعمال المصانع دي تدمر الكوكب كله. السؤال اللي بعده بيقول لك اكسبلين هاو داز ذا ريسبيراتوري سيستم جيت اوكسجين تو ذا بودي سيلز. لو جالك سؤال زي ده في الاختبار، هل لازم اقعد اقول له كل حاجه بالتفصيل بقى وجهاز تنفسي بيتكون من ايه وكده؟ لا، انت خليك باختصار. قول له مثلا ان الاكسجين ده، هو بيقول لك هاو داز ذا ريسبيراتوري سيستم جيت اوكسجين، قول له وي جيت اوكسجين فروم اير، ادي اول حاجه هتبدأها. تمام، اند انترز اور ريسبيراتوري سيستم اهو تو ذا لانجز، شوف دخل في اللنجز على طول. اختصر ان انهيليشن بروسس، في عمليه الشهيق، زين ذا بلاد ترانسفيرز اوكسجين تو اول ذا بادي سيلز، وبعد كده الاكسجين ده بيروح لخلايا الجسم. يبقى انت حاول تختصر اجابتك، تلخص اجابتك، ممكن تزود عن كده بس يفضل انك يعني ايه تديله الخلاصه الاساسيات. اهم حاجه في الجهاز التنفسي تو لانجز، اتكلم عنها وخلاص. طيب السؤال اللي بعده، هاو داز بقى ازاي ريسبيراتوري او الريسبيريشن بروسيس دي تيك بليس، ازاي عمليه التنفس بتحصل؟ قال لك بص بقى يا سيدي، عمليه التنفس دي بتحصل على خطوتين، الانهيليشن او البريث ان اللي هي الشهيق، باخد هواء
والاكسهيليشن او الزفير بريث اوت زي ما انت شايف كده. طالما الرئتين بيتملوا هواء يبقى ده شهيق، والعضله الحمراء اللي تحت دي اللي هي الحجاب الحاجز او الدافراجم بتنزل لتحت عشان تدخل الهواء، وتجويف الصدر بيتسع والهواء يقوم داخل. العكس بقى، لو العضله دي طلعت لفوق والهواء طلع من الرئتين يبقى ده اسمه زفير بيطلع ثاني اكسيد الكربون، يبقى هي عامله زي المضخه. زي ما انت شايف في الشريحه اللي بعدها بيقول لك الانهيليشن اند اكسهيليشن بروسس دول ار دايركتد باي لارج ماسل، بعضله كبيره جدا بيتم التحكم فيهم، بعضله كبيره جدا اللي هي لونها احمر قدامك ديت، موجوده ات ذا بيز اوف ذا ايه ذا ريبس، في قواعد في تحت الاضلاع بتاعتك، اسمها الدايفراجم او الحجاب الحاجز، اللي هي عماله اصلا تنقبض او تعمل كونتراكت وتنزل لتحت او ترتخي وتطلع لفوق، وهي دي اللي بتوسع تجويف الصدر وتضايقه، وبناء عليه الرئتين بيطلعوا الهواء او يدخلوا الهواء. فبدا بقى يشرح لك العمليتين بالتفصيل. بدا يقول لك مثلا ديورنج انهيليشن خلال الشهيق سايز اوف ذا تشيست انكريز، حجم الصدر بيتسع. اند ذا دايفراجم كونتراكت او شرينك، العضله بتاعت الحجاب الحاجز تنقبض اند موف داونوردز، بتنزل لتحت زي ما انت شايف كده السهم لتحت اهي موف داونوردز. ايه كمان نتيجه الاثنين دول؟ تجويف الصدر يتسع عند ذا اير ريتش ان اوكسجين انتر ذا لانج، بيدخل بقى للايه؟ للرئتين. طيب العكس الاكسهيليشن العكس بقى، فبيقول لك اهو السايز اوف شيست ديكريزز بيكم نارو، يضيق اهو بيضيق خلاص كده. بعد كده بيقول لك ان الدايفراجم ريلاكسز ترتخي اند اكسباند تو موف ابورد، عضله الحجاب الحاجز تتجه لاعلى ماشي. بعد كده بيقول لك نتيجه الاثنين دول، ان نتيجه ان هو بيضيق ذا اير ريتش ان كربون دايوكسيد جاز اكسبيلد اوت اوف ذا لانجز، بيطلع خارج الايه؟ خارج الرئتين. يبقى انت كده خدت باختصار شديد عمليه الشهيق والزفير، دي بيحصل فيها ثلاث حاجات ودي ثلاث حاجات. طب تعال نقارن بينهم تاني علشان نثبت المعلومه. بيقول لك اهو اول حاجه سايز اوف شيست في الانهيليشن انكريز، لكن في العمليه الثانيه الاكسهيليشن ذا سايز اوف شيست ديكريز، يبقى حجم الصدر يتسع ويضيق، هنا يتسع وهنا يضيق. تاني وجه مقارنة، الديافراجم في الانهيليشن كونتراكت لكن في الاكسهيليشن اكسباند، وفي الانهيليشن موف داونوردز في الاكسهيليشن موف ابوردز، يبقى دي لازم حاجتين تاخد بالك منهم. الحجاب الحاجز هيتجه لتحت في الشهيق والاعلى في الزفير، هينقبض في الشهيق ويرتخي في الزفير. طيب تعال نكمل اخر وجه مقارنة، اير ريتش ان اوكسجين انتر ذا لانج، ده في الشهيق في الانهيليشن، في الاكسهيليشن air rich in carbon dioxide leaves the lung او expelled out of the lungs او go out of the lungs، هي هيها بيطلع بقى نتيجه ان حجم الصدر ضيق، لكن الاكسجين دخل في الشهيق نتيجه ان او الانهيليشن لان حجم الصدر ايه؟ اتسع. خلاص يا شباب، ده فيديو تاني برضو بيوضح نفس المقارنه اللي احنا قلناها، بس المره دي جايب لك حاجه هو ما قالهاش في الدرس، اللي هي ايه بقى؟ الاضلاع نفسها اللي هي بين العضلات اللي بين الاضلاع هي اللي شغاله برضو، بتخلي القفص الصدري يتسع ويضيق يتسع ويضيق، مع الحجاب الحاجز اللي تحت اللي احنا هنشوفه دلوقتي اهو برضه هو شغال معاهم برضه نفس الكلام. يبقى العضلات بتاعت الصدر نفسه اللي بين الاضلاع برضه بتشتغل علشان تساعد في العمليه دي. اهو جايب لك اهو برضه بيقول لك يعني ان الهواء اللي فيه ثاني اكسيد الكربون السهم الاحمر ده بيطلع، واللي فيه اكسجين بيدخل اللي هو السهم الازرق. خلاص، والعمليه مستمره طبعا وبتتسرع لو انت بتعمل مجهود، وبتبقى بطيئه لو انت مثلا نايم او حاجه. خلاص يا شباب. طيب بعد كده بقول لك في شويه ملحوظات بقى لازم ناخدها. اول حاجه ان الكربون دايوكسيد جاز غاز ثاني اكسيد الكربون ده which is produced during respiration process is a waste product، هو ناتج او فضلات طلع من الخلايا، الخلايا مش عايزاها. تمام، this gas is harmful to our bodies، الغاز ده مضر لاجسامنا، ممكن يعمل اختناق ونموت وكده. تمام، so we must expelled out during exhalation، عشان كده لازم نتخلص منه في عمليه الشهيق. يبقى لو قال لك في الاختبار اهميه عمليه الشهيق اتكلم عن ثاني اكسيد الكربون. بعد كده بيقول لك give reason we can't hold our breath for very long time، ما نقدرش نحبس نفسنا فتره طويله because we can't inhale oxygen and expelled carbon dioxide out so the body can't perform its vital processes or get enough energy، يعني الجسم مش هيقدر ياخد طاقه ولا يحصل على الاكسجين ولا يتخلص من ثاني اكسيد الكربون. يبقى ده كله لازم تقوله في السؤال وفي الاجابه بتاعتك. طيب بعد كده بيقول لك بقى ازاي بقى الجهاز المهم ده نحافظ عليه؟ How can we keep the respiratory system healthy؟ قال لك أول حاجة breathe clean air، يعني لما تيجي تتنفس اقعد في مكان مفتوح مش مكان مقفول وفي حد بيدخن معاك أو عوادم سيارات أو أيا كان، وحافظ على الغلاف الجوي بتاعك، هو رقم واحد أصلا. ما هو أنت حتى لو في مصنع جنب المدينة هيضر المدينة كلها، فأنت يعني إيه لازم في فلاتر تتركب حاجات معينة. تاني حاجة بيقول لك eat fruit، يعني كل فاكهة
ريتش ان فيتامين سي، غنيه فيتامين سي. اشمعنى فيتامين سي؟ بيدخل في التنفس وفي تركيب الرئه والى اخره، في الوظائف بتاعه جهاز المناعه، يعني له كذا حاجه. تمام. من امثله الفواكه اللي هي غنيه بفيتامين سي البرتقال والجوافه، اللي هي الاورنج اند جوافا، هي نفس اسمها بالانجليزي. يبقى الاثنين دول من ضمن الحاجات اللي غنيه بفيتامين سي، فلازم نهتم ان احنا كل اسبوع على الاقل مره نكون واكلينهم. بعد كده بيقول لك افويد سموكينج، تجنب التدخين اند سموكينج ارياز، ومناطق التدخين اند سموكرز، المدخنين، لانك لو قاعد جنبيهم هتبص تلاقي نفسك بتضر زيك زيه بالظبط، اللي هو التدخين السلبي او النيجاتيف سموكينج. وكمان طلع بقى ادوات جديده واجهزه جديده وحاجات تدخين الكتروني وقرف بدا ينتشر بين الشباب، ويعمل امراض كتيره وسرطانات ومشاكل ومواد كيميائيه غريبه اللي بتتحط فيها دي، الشيشه الالكترونيه والحاجات الجديده اللي طالعه دي كلها لازم نبعد عنها، لان هي للاسف اللي عاملها مش عاملها عشان يفيدك، ما هي لو حاجه تفيدك ما كانش عملها. هي معموله عشان تدمر الشباب وتدمر الرئه وتعمل سرطانات، وروح شوف الاحصائيات وفي المستشفيات، هي اللي يعني دمرت الجهاز التنفسي. ربنا مديك حاجه مهمه، حافظ عليها مش تدمرها. يبقى دي برضو كانت اخر حاجه نعملها عشان نحافظ على ايه، على الريسبيراتوري سيستم. تعال نشوف بعض الاسئله. تشيك يور اندرستاندينج اند بوت ترو اور فولس. اول سؤال بيقول لك during inhalation the diaphragm muscle relaxes and move downward، هل هي relaxes ولا contract؟ معرفش بقى، ماليش دعوه، انت شوف صح ولا غلط. طب السؤال التاني بيقول لك respiration process او عمليه التنفس is the process by which the human obtain energy from burning of the digested food، هي عملية التي يستطيع الإنسان بها الحصول على الطاقة من عملية حرق الغذاء الإيه؟ المهضوم. تمام؟ برضو أنت شوف هل ده تعريف التنفس ولا لأ؟ براحتك، ماليش دعوة، أنت المفروض مذاكر. السؤال التاني complete the following statements، أكمل الجمل التالية. respiration process includes، عملية التنفس بتشمل عمليتين مهمين لسه مقارنين بينهم دلوقتي، لازم تقول لي اسمهم بالانجليزي، عمليه ايه وعمليه ايه؟ ماليش دعوه برضه، انت المفروض مذاكر وتعيد الفيديو. السؤال اللي بعده رقم اثنين respiration process is a process of entering the air carrying، هي عمليه التنفس، عمليه دخول الهواء اللي شايل ايه؟ into the body and pushing the air carries ايه out of the body، يعني ايه الغاز اللي انا عايزه يدخل وايه الغاز اللي انا عايزه يطلع؟ برضو انت من خلال فهمك للفيديو المفروض ان انت تكون مجاوب الاسئله دي بكل بساطه وعارف اجابتها ايه. خلاص يا شباب؟ طيب الاجابات هتظهر قدامك دلوقتي برضو عشان تبقى عارف ان انت جاوبت صح او غلط. اخر حاجه عندنا في الفيديو وهي يعني ايه ملخص للي احنا قلناه او للفيديو كله، زي ما انت شايف كده جايب لك الرئتين ومنظر بطيء. غاز الاكسجين وغاز ثاني اكسيد الكربون، الاكسجين رمزه O2، ثاني اكسيد الكربون رمزه CO2. دخول الهواء في الشهيق اهو اللي هو الدخان الابيض ده بيدخل في الانهيليشن وبيطلع في الاكسهيليشن، اللي بيدخل نسبه الاكسجين عاليه، خلاص الاكسجين هيروح للدم يطلع فيه كربون دايوكسيد او ثاني اكسيد الكربون هو اللي عالي. يبقى عمليه الشهيق والزفير قدامك اهي باختصار، يعني قربنا جدا من الرئه عشان نوضح لك دخول وخروج الهواء او المسار بتاع الهواء او التايب اوف اير في الانهيليشن، التايب اوف اير ريتش ان اكسجين، بس في نسبه كربون دايوكسيد برضه بس ريتش ان اكسجين. في الاكسهيليشن الهواء اللي طالع ريتش ان ايه كربون دايوكسيد بس باقي فيه نسبه اكسجين، لان الرئه بتاعتك ما بتاخدش الاكسجين كله. خلاص، يبقى احنا بنقول ريتش ان، غني بيه، الهواء اللي داخل غني بالاكسجين، اللي طالع غني بثاني اكسيد الكربون. اتمنى يكون الدرس مفهوم وسهل، واتمنى ان انت تشترك معايا في القناه وتعيد الفيديو مره واثنين وثلاثه. كان معك الاستاذ محمد سعيد رحمي، قناه ساينس كابيتال سعيد، وتشرفت بيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.